خلي حل سرايا السلام ابسط شيء، اول ما تبدا بنفسك. هاي حقيقه، ليش احنا نكذب على ناسنا؟ لذلك عندما نتحدث اتحدث بصراحه، كل الذين فازوا باستثناء يمكن طرف من المنطقه الغربيه او في الطرف من الاطراف الشيعيه ما عنده قوه مسلحه ظاهريا، بس عنده مجموعات، اما الكل هي قوه مسلحه. اقول هذه هي الخطوره التي يجب ان يصلوا فيها الى اتفاق. طبعا هذا الاتفاق ما راح يكون مرضي لكل الاطراف. اليوم تيار الصدري يتحدث عن اكثر من 75 مقعد، وانا اقول لك اياها للانصاف، هو حصلها بطريقتين، حصلها بترتيبه الداخلي، معروف التيار الصدري شلون يشتغل دوائر، والقانون اجى منسجم مع توجهاته واشتغلها صح الحقيقه. المقاطعه طبعا خدمه التيار الصدري واضرت القوى الاخرى بما فيهم المستقلين، وهذا كان هو استفتاء من الشعب العراقي على هذا النظام. اكثر من مليون بطاقه ترى مشروخه، والفتح كروس، الفتح خطا تكتيكي كبير الحقيقه، بخطابه سياسي راهن على دغدغه المشاعر وعلى الامور اللي تتعلق ب يعني بالعقائد. وهذا الزمن الحقيقه ما اقول العقائد سقطت، ولكن العقائد تراجعت امام البرامج لتقديم الخدمه للناس. وحتى المراهنه على انه نحن حملنا سلاح دفاعا عن البلد، هذا تاريخ اصبح اليوم. الزمن متحرك استاذ زين، الناس تعاني من هذا النظام السياسي منذ 18 عام، كل الخدع، كل الالتواءات اللي مارسوها كلها سقطت الان. من يستطيع ان ينجز هو من ترحب به الناس وتصله الى دفه الحكم في ظل نظام ديمقراطي غير موجود الان. اقول سقطت ورقه التوت عن هذا النظام وانكشفت عورته، ولذلك نحن الحقيقه ننتظر اللحظه التي سوف يرفع بها التقرير الى مجلس الامن. وسوف يرفع التقرير الحقيقه، وفي اشارات ان هذا التقرير سوف لن يعطي شرعيه لهذه الانتخابات، فلا من يرفع الفائز ولا يحصل الخاسر. من سيرفع هذا التقرير؟ من فريق المراقبين، ذولا مو مشرفين عزيزي. شوف النص الانجليزي شو يقول؟ يقول واحده من اهم عواملها هي المشاركه الشعبيه الواسعه، وهذه لم تحصل. المفوضيه خطات خطأ فنيا تكتيكيا، عندما تعلن عن مصوتين للمرشحين 6 مليون وتقول المشاركين 9 مليون، قول لي استاذ ليك وين الثلاثه؟ وين محطوطه ال 3 ملايين؟ لانه المفوضيه قالت اني صدرت بطاقات بايومتريه اكثر من مليونين شخص ما استلمها، لا تحسبوها علي، انا اريد احسبها نسبه مشاركه. لا 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 لا، قال 9 مليون، لا لا، هو قال النسبه تحسب على عدد البطايق من المصوتين عزيزي، اول مره الذي سووها من المشمولين، من الذين اخذوا البطاقه، هاي هسه رجعها ب 15، اما 19 9 راد يقول على المصوتين حتى يرفع النسبه 50 60%، الان لا، الان عندك 22 مليون بطاقه، هذا الواقع، ومصوتين 9 مليون، طلع النسبه 41، قسمها رياضيا 9 على 22 تطلع اراوند 41%. الحقيقه مو هذه، لما تجمع الجداول استاذ زيد خليني اشرحها للناس، حتى اجمع الجداول مال كل المرشحين، استاذ عباس مرشح، راح اشوف المجموع النهائي، انا جمعت البارحه بالليل على القلاع مال محافظه بغداد، يطلع 6 مليون بوينت سمثينج 187 الف عن ال 9 مليون، جيب لي المليونين وين راحت؟ هاي قصة كبيرة، وين راحت؟ وين راحت؟ خلي دور عليها استاذ عباس، مو لا باطلة كانت كثيرة صحيح. اكو هاي النقطة باطلة صحيح، الشعب العراقي نقطة صحيحة، ابطل البطاقات، وبالتالي هذه يجب ان لا تحسب الحقيقة، ونسبة المشاركة لا تتجاوز 14%. ولذلك احد المندوبين انسحب وهو من دولة عظمى، والان الحقيقة سوف يفاجئ على المفوضية ان تعالج الحقيقة، اذا يردون يعالجون هذه نسبة مشاركة. اكو مؤشرات على تلاعب؟ نعم نعم، اكو تلاعب داخل الدوائر اللي صار كالاتي الحقيقه. الرسيت اللي طلع هذا الشريط، شو هسه تروح المحل يطوف رسيت زين، الرسيت من تقارنه ويا العدو الفرزي اليدوي بإشكال. ثم حجه انه تكنيكال، انت ثلاث تجارب سووا سيميليشن، رئيس الوزراء يحضرها، اللي هو سيميليشن قصدي التجربه قبل الانتخابات، يدزوها عبر الاثير. خمس تجارب مو ثلاثه، يعني خمسه، ثلاثه فشلت الحقيقه وما علنا عنها، وحتى الرابعه والخامسه مشكوك بها، وخلي يطلعون التقرير. وهو من كان رئيس جهاز مخابرات قال اكو هاكر، ها هسه احنا ما ندري اكو هاكر ماكو هاكر، لكن السؤال عندما ترسل انت النتائج عبر الاثير، وراح اتحدث لك كمختص، اكو تولرنس، اكو نسبه خطا تصير حتى عبر الاثير، اوكي؟ فحتى تتاكد انت من هذا الموضوع، الرسيت اللي يطول المرشح اذا هو محصل على 200 صوت ما يطلع 190 هناك او 199 او يطلع صفر. اكو ارقام طلعت صفر من وصلت الى المركز العام. زين، هذا شلون راح تعالجها انت؟
راح يوصلون بالاخير الى ان يفتحوا كل المراكز. عدوا فارس يدوي. نعم نعم نعم، وهذه طبعا راح تاخذ وقت طويل، واعتقد سوف تسبب مشكله، هنالك الخطوره ان يتحرك داعش في ظلال الصراع، وهذا خطر كبير على العراق. لذلك احنا الحقيقه نعتقد انه في اخر المطاف هذا النظام السياسي سوف يسلم الى حتفه المحتوم، لانه فشل الحقيقه، لا اقصد الاحزاب والاشخاص، بس هو كمنظومه سياسيه فشلت في